من مركز الصناعات اليدوية من الاتحاد النسائي العام. احنا اصحاب الحرف اللي نشتغل يعني اشغال يدوية في هذه شغلة التلي البادلة اللي نشتغلها البادلة حق الصروار. في نوع ثاني اللي هو التلي، وفي من الخوات اللي تعمل الثوب تضرب عليه التلي، وفي وحدة تسوي الحنة. كيف طريقة الحنة في الزمان الماضي، يعني كيف ندق الحنة، كيف ننخل الحنة، كيف نرتب الأمور الحنة. وفي ناس حرفيين بعد يسوون اللي هو سفة الخوص، يعملون منها الصرود، يعملون منها المكبة، يعملون منها أشياء وايدة حديثة.